السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحلوى اللي هي اقتصاديه ولذيذه بزاف، يعني معروفه من شحال هذه، اللي هي الغاليت. يعني في ظروف الظروف هذه اللي كتعيشها البلاد ديالنا، يعني بزاف ديال المخابز سدوا الحوان، حتى هما رجع عندهم واحد الوقت باش كيسدوا، وكنبغيو في العشيه باش هكا نديروا اتاي ولا شي حاجه. فهذه واحد الحلوى اللي سهله في التوجد ديالها، ومكوناتها يعني جد بسيطه. والمقادير ديال الغاليت غادي نحتاج كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، هنايا عندي ثلاثه البيضات غادي نخدم بجوج بيضات كاملين وواحد بيض ديال البيضه، جوج ديال الخمارات ديال 7 غرام في المجموع ديال 14 غرام، جوج معالق ديال العسل، عندي هنا قشور ديال البرتقال محكوكين، وواحد نسكافي غادي نخدم بها هي، وصفار ديال البيضه اللي غادي يبقى ليا هنا باش ندهن بهم الغاليت ديالي. وهنا عندي 500 غرام ديال الطحين رطب، الطحين حتى هو كيبقى على حسب الحجم ديال البيض وعلى السوائل، غادي نخدم بهاد 500 غرام، ولا اضطرت انني نزيد غادي طبعا نقولها لكم. نبداو على بركه الله. وهاد البيضه هادي غادي ندير غير البيض ديالها، وغادي نحتفظ بالصفر ديالها. ها هو غادي ندعو في هاد الطبسيل حتى نزيد عليه نسكافي، ونخليه هنا على جنب. غادي نزيد عليها كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، وغادي نزيد هاد قشور البرتقال كيعطي واحد الطعم زوين في الحلوى، وغادي نضيف العسل. وغادي نحرك هاد المكونات كامله مع بعضياتها. وهنا بعد ما نسجموا لي المكونات غادي نخدم دابا بيدي، غادي نبدا نضيف الطحين غير شويه بشويه، ما غاديش نضيفه كامل في دقه واحده. هنا الطحين عندي مغربل، يعني غربلته قبل ما نحطه في هاد الطبسيل. بسم الله. جمعت العجينه غادي نخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق. في هذا الوقت هذا غادي نشعل الفران يسخن، حيت هي خصها تدخل الفران وهو سخون.
نخليها واحد شويه وعاد نبدا نشكلها على شكل كويرات صغار. وكيف ما كتشوفوا هنا العجينه ملي كنجمعها كتكون هكا رطبه، ما خصهاش تكون قاصحه. هنا غادي نبدا نشكلها كويرات صغار، انا عنديهم غير صغار حيت الكاليت اكثريه كيدار كبير، غير على هذا القياس هذا. وغادي نحطو هنايا في صفيحه ديال الفرن اللي فرشت ليها ورق الفرن. غادي نبقى على هذا الشكل هذا حتى نكمل العجين اللي عندي كامل. هنا بعد ما شكلتهم هكا كويرات غادي نضغط عليهم غير هكا غير شويه بيدي. نكمل في هذا التبصيل هذا. وكيف ما كتشوفوا معايا بعد ما قرصت هاد العجينه يعني ما كتجيش هابطه بزاف، ما كنبركوش عليها بزاف وما كتجيش عاوتاني منفوخه، كتجي هكا حد وقد. دابا غادي نخلط ديك صفار ديال البيضه اللي خليت في الاول مع نسكافي وغادي ندهنهم كاملين. إذا ما كانتش متواجدة عندكم نسكافيه بإمكانكم تعوضوها بكاكاو حتى هو كيعطي لون زوين للحلوى. أنا هنايا غادي نخدم بنسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان وغادي ندهن ليهم الوجه ديالهم كامل. وهنا بعد ما دهنت الوجه ديالها بنسكافي غادي ناخذ فرشيط وغادي نزوق الوجه ديالها على اي طريقه بغينا. بعد ما كملتهم بالتزيين غادي ندخلهم الفران على درجه حراره تكون متوسطه ما تكونش مجهده بزاف، يطيبوا ليا من تحت عاد غادي نشعل عليهم الفوق باش يتحمر. نتلاقاو في الشكل النهائي ديال الكاليت ديالنا. وها هو الكاليت بعد ما خرجته من الفران كيجي لهذا الشكل هذا، كيجي لذيذ بزاف وحتى في المنظر ديالو كيجي زوين. والكاليت ديالنا كيجي هشيش بزاف ما كيجيش قاصح، يعني كيدوب في الفم
كيفاش كيجي من الداخل. نتمنى تجربوه وين الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير باش تشجعوني ندير اكثر من هاد لي فيديو هادو. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.